بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. صدق الله العظيم. ايها المعزون الكرام، في هذه الليلة القرآنية المباركة نكرم صاحب الواجب، هذا الرجل الذي كان دائما وأبدا ما يسعى بالصلح بين الناس، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عمله الصالح في ميزان حسناته وشفيعا له عند ربه. عمدة قرية شبارك منطلة المرحوم الحاج نجيب التونسي، ندعو الله العلي الكريم أن يرحمه رحمة واسعة، خالص العزاء لأولاده، خالص العزاء للعائلة الكريمة، خالص العزاء لقرية شبارك منقلة. وندعو الله العلي الكريم أن يأجره في مصيبته، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المعزون الكرام، وختاما نستمع إلى هذه التلاوة العطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الكبير، قارئ وهبه ربنا جمال الصوت وحسن الأداء، رفعه ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن لاهتمامه بالقرآن وبعلوم القرآن، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر القارئ والمقيم بمحافظة البحيرة. ندعو الله العلي الكريم أن يرفعه وينفعه دائما وأبدا بالقرآن، ونستمع لفضيلته في هذه التلاوة وهذا الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله
حيث نشاء فنعم أجر العاملين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وقيل الحمد لله رب العالمين.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد وهكذا قضيت على خير هذه الليلة القرآنية المباركة. وكنا في هذه الليلة نكرم العمدة الحاج النجيب التونسي، ندعو الله العلي الكريم أن يرحمه رحمة واسعة وأن يكون هذا القرآن في ميزان حسناته.
كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح إبراهيم عامر، وكان معنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الله البقري. باسم حضراتكم نقدم خالص العزاء للسيد المستشار محمد نجيب التونسي والكابتن هلال نجيب التونسي عمدة قرية شمبار بن قلة، وندعو الله العلي الكريم أن يرحم والدهما رحمة واسعة. كما نقدم خالص العزاء للحاج مختار أحمد سليمان فليفل، والحاج محمود عبد الله فليفل، والحاج محمد أحمد عبد المقصود فليفل، والسيد اللواء عبد الله فليفل، والسيد اللواء كمال الهجرسي، والحاج صبري الهجرسي، والحاج عادل أحمد علي. كما نقدم خالص العزاء للسيد المستشار أسامة أبو العزم والسيد العميد إسلام أبو العزم، ونقدم خالص العزاء للعائلة الكريمة ولأهل قرية شمبار بن قلة، وندعو الله العلي الكريم أن يرحم والدنا الراحل رحمة واسعة. كما نقدم خالص العزاء للسيد المستشار مصطفى فليفل. والمعزون الكرام، باسم العائلة الكريمة أشكر لحضراتكم جميعا سعيكم، فشكر الله سعيكم جميعا. صاحبنا خلال هذه الليلة الهندسة الإذاعية الحاج محي عطية شمبار بن قلة، الفراشة الحديثة الحاج نبيه محمود شمبار بن قلة، الإنارة الحديثة المهندس بلال وطارق الجبير شمبار بن قلة، الخدمة الفندقية أولاد العطار بشمبار بن قلة. وتشاهدون هذه الليلة على قناة المهندس ناصر صلاح عميد مصوري الحفلات الدينية. شكرا لحضراتكم وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباسم الحاج حاتم أبو مصطفى نقدم خالص العزاء للعائلة الكريمة.